حري بالمسلم أن يفيد من هذه الكتب القيمة المبنية على ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدع ما سوى ذلك مما أحدثه الورقون وأنشأه المتكلفون. ومما أنشأه المتكلفون والوراقون هذا الكتاب الصغير الذي تجده منتشرا في العمرة والحج، عرفته؟ كتاب الأزرق الصغير هذا، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط السابع، دعاء المقام، دعاء الحجر، دعاء ما زمزم، كلها لم يأتي بها دليل، وما أنزل الله بها من سلطان، ومع ذلك يعني ينتشر كالنار في الهشيم. وكان أحد الناس عافانا الله وإياكم من الجهل والعجب، وهو يطوف ويقول: اللهم ارفع ذكري واخفض ذنبي. يا أخي إيش هذا؟ لا حول. طب تعلم أنك أنت تقرأ الحديث، تعلم الدعاء كيف يكون يا أخي، إيش هذا الكلام؟ فلذلك المسألة مسألة مهمة جدا أن تنتبهوا إليها وأن تأخذوها على بال، أسعدكم الله برضواني وطاعتي. يعني هذه مسألة مهمة. فخلاصة الكتب الماتعة هذه ككتاب الدعاء للطبراني والأذكار النووي والوابل الصيب لابن القيم رحمة الله على الجميع تجدها في حصن المسلم.